يا طالب. طالب ايه ده عمر؟ في ايه؟ عمر هو في ايه بيحصل؟ وايه اللي جاب فضل هنا؟ وعمر دخل ازاي؟ حبيبتي فهميني. مش عارفه ازاي ده حصل. اكيد في حاجه غلط. مش عارفه. مش فاهمه حاجه. انا شايفه ان عمر اتسرع قوي. هو شافكوا بتعملوا ايه؟ قولي يا حبيبتي. مش عارفه. طب ممكن تبطلي خوف وتهدي كده؟ ان شاء الله ده سوء تفاهم وهيتصلح. اهدي بس انتي. اهدي. مش عارفه حاجه. اهدي حبيبتي. الأمور حبيبتي وحياتي عندك. اهدي عشان خاطري. ايه ده انت مال ايدك متلجه كده ليه؟ لامار حبيبتي. لامار انت معايا؟ انت متلجه يا ماما. لامار حبيبتي طمنيني قولي كلمي. لامار مش راضي عني ولا حتى قابلها مني. واضح اني سقطت في الامتحان. واحد يا اختي اسمه عمو كل اللي همه في الدنيا انه يزيح الدكتور من سكته. عمال يشمشم وراه عشان يلاقي له اي حاجه يأذيه بيها. ايه عوني؟ ما يكونش الدكتور عوني؟ اكيد هو. انت عارفه مصايبه مع عمر. ايوه انا سمعت الواد خلوصي وهو بيقول لها يا دكتوره. يا نهار اسود حلعوني وسنينه. ايه ده ما بيشبعش؟ بس عينيها فارغه والبحر بيحب الزياده. طيب طيب يا اختي كملي. وبعدين لضم يا اختي مع النت اللي اسمه نيازي اللي هيسخطوا قرد بسلاسل. هو راخر. ومين نيازي ده راخر؟ واحد يا اختي كان ما تقلعيهوش من رجلك. بيشتغل في استغفر الله العظيم. احفظنا يا رب. يعني ايه بيشتغل في استغفر الله العظيم دي؟ يو ما تفتحي مخك معايا شويه يا اختي. استغفر الله العظيم. يا حبيبتي استغفري زي ما انت عاوزه بس فهميني. سكه شمال ما تفهمها يابا. طبعا انا فهمت. ايه دي شغلانتها قبل مكتوب على ايدي. اللهم احفظنا. يوه ده رايح يا سي حافظ ما تنقي كلام. يا حبيبي يا اخويا كل الكلاب دي بتحوم حواليك. أنا كان غرضي أوعيه. إنما مراته بقى خشت علينا وطبت زي القضا المستعجل وقال إيه شايلة في نفسيتها مني. بعدين يا تينا الحكاية كده عكت على الآخر. عارفة أنا دلوقتي بس ابتديت أقلق على عمر. يا عمي ابتديت دلوقتي بس تقلق على عمر؟ لا بجد ربنا يسترها معاه بقى. هو أنت خايفة ولا إيه؟ لا أنا مش بس يعني مش فاهمة أنت جايبني هنا ليه؟ جايبك وسط الناس الغلابة عشان تشوفيهم. هي الناس دي عايشة في الترب. وتحت الترب كمان. مش فاهمة حاجة. طب بقولك ايه؟ قول. بدل بقى فاهمة مش فاهمة، ما تيجي نشتغل كده مع الشباب ونوزع مع الناس. نوزع ايه بقى؟ البطاطين اللي احنا جايبينها.
هي الناس ما عندهاش بطاطين كمان؟ هو انت ما تعرفيش ان في بلدك لسه في ناس بتموت من برد؟ يلا يلا. الري الشنكل كبير السدي مساقه فل يا عمي. مش انت برضو الاخ شنكل سدي ولا غلطنا في العنوان؟ هو يا معلم امورنا سيدي معلمين. هي كلمتين كده لمؤاخذه في الدايره جوه ها عشان لزوم الكتامي. ما ينفعش المحل بيصرف زباين جوه. نفضها يا شنكل في مصلحه تغني. افهم بقى مين بعتكم الاول وبعدين نوزن المصلحه. حبيبك وحبيب ايامك خلوص فارق. الله طب هو ما جاش معاكم ليه؟ لا يا اسطى ده هيفضل لوك لوك لوك. الله الله يا عمنا مش كده بالهداوه كلام اخده عطا. فضه انت لمؤاخذه الزيطه اللي جوه دي وهدوا رفع علينا. وفضها يا عمنا يا كيمياء حلوه. سيد بقول لك ايه، انا عاوزك تضر الرجاله وتنتشروا. هننتشر ونتوغل نتوغل نتوغل. نلتقي بعد الفصل. ما بقيناش بنعد الايام ولا السنين، اترمينا هنا من بعد ما بيتنا وقع وقالوا لنا روحوا في البتاع دي اللي اسمها ايه يا ابو زينب؟ انا فاكر يا ابو زينب. قصدك خيم الايواء يا حاج؟ ايوه البتاع دي اللي اسمها الايواء. هما يعني مش بيبنوا لكم بيوت تقعدوا فيها؟ انا الكلمه دي سمعتها قبل كده. في واحد كباره كده جه حط 50 جنيه في ايدي وقال حاجه زي كده. ايوه مش الراجل بتاع الانتخابات هو؟ وما عرف ان احنا ملناش صوت ما ورناش وشه تاني ابدا. لا وايه والتلفزيون جه وصورنا. مش كده يا ابو زينب؟ عملوا كام صوره كده وادونا اللي فيه القسمه. طب انا عايز افهم انتوا عايشين ازاي؟ بتاكلوا وبتشربوا منين؟ ان كان على الاكل والشرب. ما كانش حد غلب. يعني ايه مش فاهم؟ ادينا مستنيين دورنا. لو يا ابو زينب ربنا يجعل يومي قبل يومك. ما تقولش كده يا راجل. مش هتفرق يا ابو زينب الاثنين جار بعضيهم. اوه مش هينفع قبلك اليومين دول خالص. بقول لك شاكين فيا شاكين فيا. انا ما صدقت اصلا خلعت من الحوار بتاع الفلوس ده وتلاقوا في المشاكل بتاعتهم. يا سلام احاول بقى اشوفك بكره ولا بعده. سلميني عليك. يخرب بيتك خططيني. بتكلمي مين؟ مستر بتاعي. ايوه مستر هكلمك بعدين بقى. ها باي. لا هو انت يا اختي قاعده هنا ولا داريانه باللي بيحصل حواليكي؟ هيكون بيحصل ايه يعني؟ ست طينة وعمك حافظ مالهم؟ خدوا دلهم في سنانهم ودايرين في الشوارع يدوروا على الدكتور. ما يدوروا انا مالي؟ ما انا عارفه ان انت شايله ايديكي منهم، بس المشكله في اللي سايبينها لك تحت. سايبين مين؟ ايه سابوكي لوحدك في الخلا يا قطه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا اختي كحي ولا تحنحي ولا حتى قولي دستور. وانتي اللي رجعك تاني؟ الله مالك داخله عليا بالحامي قوي كده ليه؟ ما احنا كنا حبايب يا ستي. انا قلت انتي كتيتي مع صاحبك اللي كان بيجيلك على اول الشارع. ده انتي شماني غلط بقى ودماغك حادفه شمال. الله وانا مالي براحتك وانا بحاسبك. سيب الحساب للي عالم بعباده. انا بس قاعده عشان اطمن على اخوكي واساعده عشان يطلع من الكومبينه وبعدين اروح لحل سبيلي. كومبينه؟ كومبينه تاني؟ يا رجلي يا ريتني مريت يا بابا. لقيتوه يا اختي؟ لفينا عليه في كل حته، مستشفى العياده عند اصحابه واصدقائه ومعارفه مالوش اثر. هو فيه بالظبط ماله عمر؟ طبعا مالك انت؟ ما انت في دنيا تانية. رواية امال؟ رواية تينا ما تشعلليهاش. طب يا اخويا سالته مراته؟ 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 احنا ازاي تعت عندنا الفكره دي؟